بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد بداية نصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شفنا في الفيديو اللي داز هدرنا على الجروب باراغراف وشفنا لي كوموند ديال الجروب باراغراف كذلك شفنا لانسو دو بوا ديال الجروب باراغراف اللي كتواجد فيه واحد الكوموند اللي سميتها طابيلاسيون اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو ان شاء الله بالنسبة لطابيلاسيون Tabulation c'est un اسباسمون او ديكالاج دو لين lors de la mise en forme d'un اون سانك طابيلاسيون يعني بالنسبه لطابيلاسيون عندنا خمسه شنو هما هاد لي سانك طابيلاسيون عندنا ان تاكي دو طابيلاسيون غوش اللي هو اول طابيلاسيون اللي هي غوش ثانيه سونطري الثالثة دغوات الرابعه ديسيمال والخامسه طابيلاسيون با بالنسبه لطابيلاسيون غوش ان تاكي دو طابيلاسيون غوش ديفيني لا بوزيسيون دو تي بار دو تيست كي كونتينيوغا اون سويت فيغ لا دووات او كور دو لا فراب Deuxième tabulation, il y a une tabulation centrée. Un taquet de tabulation centrée définit la position du milieu du texte. Le texte se centre sur cette position au corps de la frappe. Troisième tabulation, un taquet de tabulation droite définit la limite droite du texte au corps de la frappe. Le texte se déplacera vers la gauche. droite. Le texte se déplacera vers la gauche. et العكس ديال الطابيلاسيون غوش بالنسبة الكاتريام طابيلاسيون اللي هي طابيلاسيون ديسيمال واضح غير السمية ديالها ديسيمال غادي نحتاجوها للفواصل ان تاكي دو طابيلاسيون ديسيمال اليني لي نومبغ اوتور دون فيغكول يعني اللي غاتكون فيها لي فيغكول كيما قلت لكم Indépendamment du nombre euh, de chiffres, la virgule sera à la même place. La cinquième tabulation, il y a la tabulation barre. Un taquet de tabulation barre ne positionne pas le texte et insère un barre vertical à l'emplacement du taquet. Monsieur Nara, donc, les taquets de tabulation, il y a des taquets de tabulation. Nara, la tabulation, le monde qui est toujours à l'écoute, اول طابيلاسيون اللي هي طابيلاسيون غوش اين فوا نقرب لا سوغي كيكتب ليا تما طابيلاسيون غوش اللي هي هذا هو الشكل ديالها هذه هي سميتها طابيلاسيون غوش اين فوا نكليكي في هذا الكوان ان كليك غتحول طابيلاسيون سونتري اللي هي هذه بحال لا ليتر تي مقلوبه يعني طابيلاسيون سونتري اين فوا نكليكي ان كليك غتحول طابيلاسيون دغوات اللي هو هذا اللي هي بحال ال مقلوبه ثاني ان فوا نكليك عاوتاني غيعطيني طابيلاسيون ديسيمال ديسيمال بحالها بحال سونتري زايده غير بهذا البوان هاد البوان يعني متخصصه هاد الطابيلاسيون ديسيمال في الفواصل اخر طابيلاسيون اللي هي طابيلاسيون باغ ان فون نكليك يعطيني طابيلاسيون باغ الطابيلاسيون هي كتانسيغي واحد لا باغ فيرتيكال هادو هما لي تاكيد دي طابيلاسيون بخمسه بالنسبه للطابيلاسيون باغ ما كنحتاجوهاش قليل فاش كنحتاجوها كنخدمو غير بهاد الاربعه ديال لي طابيلاسيون غوش آآ... سونتري دغوات او ديسيمال دابا غادي نشرحو العمل ديال هاد لي تاكي دو طابيلاسيون غادي نشوفو الخدمة ديال هاد لي طابيلاسيون عندنا أول طابيلاسيون هنا اللي هي طابيلاسيون غوش كليك قبل حدا هاد لو نو غنجي 4 سنتيم كليكي أن كليك أون ان غنكليكي أن كليك أنكليك في 4 سنتيم غتأنسيغ طابيلاسيون غوش هنا كيما كتشوفو هنا راه تأنسيغت واحد طابيلاسيون سميتها غوش دابا غنجي لطابيلاسيون اه حدا هاد لونو نو وغنكليكي على طابيلاسيون ديال كلافي لا توش طابيلاسيون ديال كلافي بالنسبه تشوش دي لي توش ديال كلافي كنا شرحناهم في واحد الفيديو اللي ما شافوش يعاود اللي ي... ما شافوش غادي نخليه له في الوصف يدخل يشوف ان انكليك على لا, لا توش طابيلاسيون ديال كلافي كما كتشوفوا هاد لونو غي دي من 0 سنتيم ل 4 سنتيم غيبدا من 4 سنتيم كما كي كتشوف كيبدا من 4 سنتيم بالنسبه البرينو <applause> كذلك يمكن لي انسيغيها مثلا في 5 ان فون خصني ضروري نكون اما سيليكسيوني ولا غير نكليكي في لو دي ديال لو نو كنكليكي يعني في 5 سنتيم ان كليك غت انسيغا غوش وغنكليكي من بطبيعة الحال على طابيلاسيون ديال كلافي ويتحرك غيولي يبدا من 5 سنتيم ان كليكي ان كليك غتشونج طابيلاسيون غتولي سونتري يمكن لي نصاوبهم او ميم طو يعني سيليكسيوني هاد الجوج ونكليكي على آه مثلا دي سنتيم ان كليك يمكن لي دابا نكليكي في لو ديبي ديال لو نون ادريس ونكليكي طابيلاسيون ديال كلافي من نرجع للفيل ونكليكي طابيلاسيون ديال كلافي شنو غيولي غيولي في السونتر ديال آه دي سنتيم يعني هاد الطابيلاسيون كتقسم هاد الادريس اي فيل على جوج كما كتشوفوا من بعد عندنا ان كليكي غتعطيني طابيلاسيون دغوات هاد طابيلاسيون دغوات غنخدم بها في هاد البخي و المونطو طابيلاسيون دغوات نخدمو ان سيليكسيوني البخي و المونطو و طابيلاسيون دغوات مثلا في دي سات سنتيم اون فوا نكليكي حدا اه البخي و نكليكي على طابيلاسيون ديال كلافي نرجع المونطو نكليكي طابيلاسيون ديال كلافي شنو غيولي غيولي اخر حرف في هاد البخي و المونطو غيجي في سبعتاش سنتيم اخر حرف ديالهم ماشي في اول حرف كما كتشوفو هنا بالنسبه لونو قول أو بخينو اول حرف هو اللي كيجي قبل خمسة وهنا اول حرف هو اللي كيجي يعني جوش. يعني في 4 سنتيم في... يعني هذه طابيلاسيون غوش اما هذه طابيلاسيون إش شنو كتعني طابيلاسيون دغوات يعني غيتحد في لا دغوات يعني غيتحد في لا ديرنيير لاتر بالنسبه أه... طابيلاسيون ديسيمال ان كليكي غيعطيني طابيلاسيون ديسيمال ان سيليكسيوني هادو بثلاثه باش نصاوبهم اون ميم طون كنكليكي في طابيلاسيون ديسيمال ممكن نديرها مثلا في 5 سنتيم غنجي نكليكي في لو دي بي ونكليكي على طابيلاتاسيون ديال الكلافي من بعد لو دي بي ونكليكي على طابيلاتاسيون ديال الكلافي من بعد كذلك لو دي بي ونكليكي على طابيلاتاسيون ديال الكلافي شنو الهدف من هاد طابيلاتاسيون ديسيمال كتجي الفاصيله تحت الفاصيله كما كتشوفوا هنا لا هاد الطابيلاتاسيون ديسيمال غاتجي فيغول تحت فيغول هادي هي الخدمه ديال لي طابيلاتاسيون هنا بالنسبه للطابيلاتاسيون كيمكن لي ندير ان كليك ديال طابيلاتاسيون ديال الكلافي هنا كيدخل طابيلاسيون كيدخل ب 1.25 سنتيم يعني كيتزاد لي واحد ليسباس كيتقدر ب 1.25 سنتيم باش نتاكد ممكن كليك على اوغمونتي لو غوتري اللي كنا شفناه في الفيديو اللي داز ان فوا ان كليكي على طابيلاسيون ديال كلافي غيدخل هاد التكست ب 1.25 سنتيم نتاكد ان على لانسور دو بوا دو ديالو دو غرو باراغراف كما كتشوفوا هنا بالنسبه لغوتري افو دخل 1.25 سنتيم يعني طابيلاسيون بار ديفو كيكون فيها 1.25 سنتيم دابا غادي ناخذ واحد البيب سيت اللي هو هذا ديال طابيلاسيون غادي نحاولوا نخدموا عليه اول حاجه عندنا هنا كما كتشوفوا طابيلاسيون كوش في 2 سنتيم طابيلاسيون كوش عندنا في 7 سنتيم طابيلاسيون دوات عندنا في 2 سنتيم طابيلاسيون ديسيمال وعندنا في 16 سنتيم طابيلاسيون سونطري هنا, هنا في هذه الطابيلاسيون يمكن لي نكليكي على طابيلاسيون كما كتشوفوا هنا طابيلاسيون كوش وننسيها في 2 سنتيم من بعد نقلب على طابيلاسيون دغوات و في سات سنتيم من بعد طابيلاسيون ديسيمال عندنا في دوز سنتيم من بعد عندنا طابيلاسيون من بعد نقلب على طابيلاسيون سونتري عندنا في 16 سنتيم كما كتشوفوا راني انسيغيت لي طابيلاسيون بربعة كما كتشوفو هنا عندنا طابيلاسيون كوش دغوات ديسيمال وعندنا طابيلاسيون سونتري كما كتشوفو هاد الطريقة كتاخد شوية ديال الوقت وربما ما نجيبهاش اكزاكت يعني باش نكليكي هنا ما نجيبهاش داك طابيلاسيون اكزاكت باش نسبريمي هاد طابيلاسيون يكفي نكليكي ونكليسي اون آه با او نكليسي اون هو نكليكي ونكليسي اون هو باش نسبريمي هاد لي طابيلاسيون احسن طريقة باش نصاوب لي طابيلاسيون نكليكي على لانسور دو بوات دو ديالوغ دو كغوب باراغراف ونكليكي على طابيلاسيون كما كتشوفو هادي هي طابيلاسيون هنا عندنا 2 سنتيم كما كتشوفوا عندنا 2 سنتيم اللي هي طابيلاسيون كوش غنعزل طابيلاسيون كوش غندير ديفيني من بعد عندنا 7 سنتيم كليك على 7 هنا غنطابي 7 وندير طابيلاسيون دوات كنكوشي دوات وندير ديفيني من بعد طابيلاسيون ديسيمال في 2 سنتيم ندير 12 وندير طابيلاسيون ديسيمال وندير ديفيني من بعد 16 سنتيم ندير 16 طابيلاسيون سونطري وندير ديفيني و من بعد ندير اوكي كما كتشوفوا انسيغوا لي طابيلاسيون اللي بغيت انا كيبقى لي حاجه وحده هو نطابي لي زانفورماسيون اللي عندي هنا اول حاجه عندنا لو نو انفو غندير لو نو هنا غيتكتفين في الزيرو هنا انا بغيت تكتف دو يعني نورمالمون خصني بريمي اول حاجه غنديرها غنكليك على لا توش طابيلاسيون ديال كلافي ان فون كليك على لا توش طابيلاسيون ديال الكلافي غيتزاد لي واحد لي سباس ديال دو سنتيم هنا غنولي في طابيلاسيون آه غوش هنا غنطابي لو نو ابري غنكليك على طابيلاسيون ديال كلافي

غيولي ل 2 سنتيم وغنطابي هاد لي زانفورماسيون اللي عندي هنا كما كنشوفوا اول واحد اللي هو احمد غندير طابيلاسيون هنا قبل ما ندير طابيلاسيون كما كتشوفوا عندي لي بوين هاد لي بوين كي غندير باش ندخل لي زوبسيون ديال لي طابيلاسيون كليكي اي طابيلاسيون هنا كليكي دوبل كليك كما كتشوفوا هنا او لا ممكن كليك على لانسور دو دو ديالو دو كرو باراغراف على طابيلاسيون يعني بحال بحال نعزل اي وحده بغيت ماشي مشكل كليك على دوبل كليك على طابيلاسيون هنا عندنا آه, لي بوان بالنسبه لي بوان في بروميير لين ما كاينيش. ولكن من دوزيام لين تروزيام لين اي كاتريام لين كاين لي بوان تي هاد لي بوان واش كيبداو بجوج لا ما كيبداوش كي بجوج يعني من زيرو ل2 ما كاينش عندنا لي بوان يعني هاد دو ما غاديش نقيسها غندوز ل7 سنتيم في 7 سنتيم عندنا لي بوان يعني غنكليكي على 7 سنتيم غندير لي بوان وندير ديفيني من بعد غندوز ل2 سنتيم وندير لي بوان وندير ديفيني من بعد 16 سم وندير لي بوان ندير ديفيني ندير اوكي كما كتشوفوا دابا الا كليكيش على طابيلاتيون غيتزاد لي لي بوان ونقطع بي لي زانفورماسيون من بعد ماجيسكيل وندير طابيلاتيون ونكتب هنا عندنا 17.5 وندير طابيلاتيون كندير غنكتب تري بيان تري بيان اون دير اونتري ان فوا ندير اونتري كالعاده غير رجع للزيرو غنكليكي على لا توش طابيلاسيون ديال كلافي من بعد غنكمل عندنا مريم انا نكليك على طابيلاسيون مريم طابيلاسيون 17 فاصلة 25 طابيلاسيون كذلك تخي بيان

لا تي بي وندير كغا كذلك لي سباس كيما كتشوفو كيبان ليا لي سباس ندوز لكغو باراغراف لانتيغلين ونحيد لي سباس اي أه، سيبريمي لي سباس ابخي لو باراغراف كيما كتشوفو راه تسيبريمي لي سباس هدا هو تي بي راه بطريقه بسيطه ممكن نخدموا طابيلاسيون بالنسبه للطابيلاسيون كذلك يمكن نخدموا بها السومير الناس اللي ما كتعرفش تصاوب سومير اوتوماتيك يمكن نخدمه بالطابيلاسيون كما كتشوفوا دابا راني سالي تي ديالي بالنسبه لهاد لي ممكن نشونجيهم ما عجبنيش هاد لي ممكن ندير هاد لي سويت بحال هكا مثلا في سيز ندير لي سويت بحال هكا وندير ديفينير مثلا آه في كذلك ندير لي اه ندير لي تيري وندير ديفيني كذلك بالنسبه للسات كذلك ممكن نشونجيهم ندير اوكي كما كتشوفوا هنا كيولي خط كذلك بالنسبه للدوزيام لين ممكن نشونجي هاد لي بوين اه ندير دوبل كليك على طابيلاسيون عندنا في سات بالنسبه هنا لي بوين تي غنشونجيهم وندير هاد 3 لي هادي لي بوان بو دو سويت ندير 3 وندير ديفيني كذلك دوز غندير 3 ديفيني 16 كندير 3 وندير ديفيني وندير اوكي كما كتشوفوا هنا كاين واحد الفرق هنا عندنا لي بوا هنا عندنا لي تيري هنا عندنا لي سويت بالنسبة للطابيلاسيون باغ ان فوا نكليكي مثلا هنا على كاتر كتأنسيغا واحد لا باغ فيرتيكال مثلا ممكن كليك على ويت غتأنسيغا كذلك ممكن كليكي في ويت غتأنسيغا واحد واحد لا باغ فيرتيكال كندير اونتري كيتزاد الطول ديالها كما كتشوفو هادي هي طابيلاسيون باغ كاع ما كنحتاجوها الاغلبية كنخدمو غير بديك الربعة طابيلاسيون غوش دروات سونتخي و ديسيمال بالنسبه للطابيلاسيون كذلك كنحتاجوها فاش نبغيو نصاوبو الامتحانات مثلا الا بغيت ندير هنا آه ديفينير وورد هنا خصني نخلي لي بوان باش اي واحد كيدوز امتحان غيعمر داك الفراغ شنو غندير غناخذ واحد طابيلاسيون دغوات كما كتشوفوا طابيلاسيون دغوات غنديرها مثلا في 13 سنتيم وغنكليكي دوبل كليك على طابيلاسيون دغوات باش يعطيني البارامتر ديال طابيلاسيون غندير هاد لي بوان تي وندير ديفيني وندير اوكي كما كتشوفوا دابا ان فون كليكي لا طابلاسيون ديال كلافي كيعطيني هاد لي بوان كندير اونطري ونعاود ندير لي بوان بحال اذا بغيت نخلي لي سباس كبير كما كتشوفوا هاد الطابلاسيون كنحتاجوها بزاف في الامتحانات هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يعجبكم كنتمنى من اي واحد كيشاهد كي هاد الفيديو يشارك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد اي واحد عنده شي سؤال يخليه ليا في الكومونتير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته